رانا متمسكين بحقنا في الارض هذه، راهو الارض هي العرض، ما هماش نقاش فانا باش ترجع للمستكرشين. هني جينا كاحتجاج سلمي، معناها نطالبوا باش تحس الدولة أن احنا رانا موجودين، لأن احنا ناس منعدمين للقرى متاعنا، غادي راهوني عايشين، رانا منعدمين. طيب. أرض اشتراكية وعطوه جدودنا أرض بيضة، وشركة ستيل زرعتها نخل بعرق أهلنا. كي جت الثورة قلنا احنا هذه الثورة اللي باش تنجحنا وباش تطلع القليل. أهلنا شافوا أن الأرض هذه لازم ترجع لنا، جو الأرض حطوا عليه ديهم، مشينا للسلطة قلنا لهم راه الأرض هذه رانا ما رانا الدولة مرحبا جي نتا معاها، أما كمستثمر راهو مش قبلنا. مستثمر هذا كاري النخلة ب 700 رنك اللي تجيب 200 دينار. الدولة عندها كرة الشروط مع السيد هذا، إذا كان ترجع كرة الشروط وصدق من غير ما تميح للرجال الأعمال، لأن فلوسهم ما تعنيناش، فلوسهم الخاصة ما تعنيناش كشعب، راهو يعني نحن عرق جبيننا. السيد هذا بكرة الشروط لا مرسم ناس، لا يخدم في ناس، مع احترامي الجماعة الظاهرة، معناها جماعة الهمامة وجماعة القباصة، مع احترامي لهم يستغل بهم بالسوم اللي حاجته به يجيبهم ويرقدهم تم ويخدم فيه، يخدم بهم، مش رافضين خدمتهم، يخدموا مرحبا بهم. حتى معنا احنا رانا احنا طالبين من الدول، طالبين ان تسوغ لنا الهنشير هذا باي طريقه تشوفها هي صالحه، وتحب نردوا ولا ربع دورو اللي باش يردوهم للسيد هذا. احنا مستعدين ان نعوضوا شوي، كل عام نعطوا، وهو كان يعطي 5 ملايين بالعام، احنا مستعدين نعطوا 50 مليون بالعام. هيا يا سيدي صار تو قاعد المستثمر قاعد يستمد في قواه حاليا، حصيناه اللي قاعد يستمد في قواه، ولا عامل فينا قضايا في بالاخلاء، شكل بينا ستاق المده الاولى ما عندناش مضخه، ما عندناش كذا، قال تم يستغلوا في الماء يسرقوا لي في الضوء، اللي هو ما عندناش حتى باش ندور بيه. احنا وقت اللي شدينا من 2011 حتى 2013 ما عندناش لا مضخه لا حتى، كان كجت الدوله مدتنا بالمضخات ومدتنا بالخاطر نسرقوا ضوء واش باش نعملوا بيه. انا واحد من الناس معايا وسته من الزملاء محكومين بثلاث شهور وصور سنة في الاستئناف على حكاية كبيرة، والمستثمر تو قلت لك يلاحق فينا وتابع فينا على أساس معناها بعمل فينا قضية بالإخلاء. الوالي لو شجعنا كل شيء، كي جاء الوالي هذا ما تبدل الوضعية كل تبدل، معناها نخلي يموت وهو يقول لك حتى نعمل وزارة، هاي أمور مش قانونية. أسيد مش حاب يخدم، هاي سرقوا الهنشير لين بدا يموت النخل، بعدين دخلنا احنا صرفنا عليه من جيوب. في الأول وصلت المراسلة ذي قال ما عنديش، اللي هي ذي بعدين جبدناها من الفلاح، قال ما جتنيش وما كي تجيني المراسلة ذي قال نركب لكم. هاي المراسلة جبدناها لها أعطيناها له وتو ما ثم حد شيء. لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. جايين سمعنا ان ثم كونسيل مينيستيريال، ثم مجلس وزراء يقولوا باش يعالج قضيه الاراضي الدوليه في طوزر وفي قبلي، باش يسمعوا صوتنا باش نبلغوهم اللي احنا رانا لا مجال ان نتخلوا على ارضنا. وفي ابسط في اتعس الحالات يكرهونا احنا في عود ما يكرهوها للمستثمرين المستكشفين. طيب. الابتلاعيين القدم قابلت شخصيا رئيس ديوان رئيس الحكومه، حكينا معاه في اننا نرى الناس هذوما جايين من طوزر من زعفران من جمنا متمسكين بارضنا، وإذا كان يحبوا الجو يهدى يخلونا نصرفوا في الأراضي ذي. إحنا عندنا معطى أن وزير الفلاحة قال لنا نهار 12 باش نعقد مجلس حكومة مجلس وزراء حول الأراضي الدولية في ستيل في كل المنتظر وقبل، أما اليوم قال لنا على كلام مدير الديوان قال راه باش نعقد لكن باش نعقد حول الميزانية. بلغنا صوتنا أما ما لقيناش مسؤول، إذا كان هذا يعتبره مسؤول رفيع ولا لا، سعى مدير الديوان ولا رئيس الديوان مانيش عارف. عودة القبضة اليد الحديدية في الأراضي هذه، عودة المستكرشين، وإن شاء الله قراءتنا تكون غلطة، وديجا هذاك السبب اللي خلانا احنا استباقيا نجوا اليوم للقصر الحكومة هنا ونقفوا الوقفة التحسيسية هذه. خطير أنها يدخل بالقوة العامة على جماعة مجاز الباب، خطير أن أهالينا في الشيوق 30 واحد محالين اليوم من قبل المستثمر معنا على المحكمة في منوبة. هذاك اللي خلانا قلت لك من استباقا جينا هنا لتونس. حاجتنا باش نخدم بعرق جبيننا، والدولة أشرف لها أنها تعامل عمل المواطنين العاديين خير ما تعامل عماء رؤوس الأموال.